من جهته أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن أسفه لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زاباروجيا أحجم عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زاباروجيا نووية. روسي قد بذل قصارى الجهود ليضمن أن السيد جروسي وفريقه سيوصلون إلى المحطة بشكل آمن وسيقومون بعملهم وسيعودون إلى فيينا. للأسف وكما توقعنا الجانب الأوكراني بعد أن فهم أنه لن يتمكن من استخدام زيارة الوكالة لصالحه حاول أن يمنع هذه الزيارة. نسألك سيدي المدير العام، كيف أثر ذلك على عملكم؟ محاولة النظام الأوكراني تعطيل هذه البعثة، ما هو تعليقك على أنشطة الجانب الأوكراني في سياق تهديد أمن وسلامة المحطة وسلامة مفتشي الوكالة؟ وأوجه نفس هذا السؤال للأمين العام، إن موظفي الأمن والسلامة الأمميين رافقوا البعثة وتعاملوا مع المسائل المتعلقة بالأمن والسلامة، كان واجبا أن يتم تقييم الوضع وأن يتم تحديد مصادر المخاطر.